ربما يحصل حتى من طلاب العلم، يعني لما يفتخر الإنسان مثلا بعلميته أو بحفظه أو بفهمه، ربما أنه يحتقر آراء الآخرين، لأنه ما احتقر كلام الآخرين إلا لما يرى أنه قد كمل في العلم وأنه معجب بنفسه. فالحذر، فالعجب ليس خاصا فقط بأحد الناس، لكن قد يقع من طلاب العلم ومن العلماء ومن أهل الدين، بل يقع في أهل الدين وفي أهل العلم أكثر من غيره. ذلك الرجل الذي أعجب بعمله وجعل ينصح ذلك المذنب فقال: والله لا يغفر الله لك. ما قال هذه الكلمة إلا لأنه معجب بعبادته، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك.